صوما مقبولا وإفطارا شهيا مع البنك الشعبي الموريتاني. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج فطورنا معكم. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نحن فطورنا اليوم مع دادة محمد لمين السالك العميد وصحفي المتألقة مريم التمود. نتمنى عن الحلقة تنال إعجابكم. لا حزن في الأنفاس لا أتراح، كل الفجاج مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. كيف ما شاهدتوا نحن الضيافة الأسرة الكريمة أسرة دادة محمد أمين سالك. دادة شكرا لك على كرم الضيافة. شكرا لا شكرا على واجب. الله يبارك فيك. كرمكم الله. دادة هي تذكر معايا شوي رمضانك الأول. لعطي دور الحق ماني واعي عليه، ولا نعرف ذاك اللي عدلت فيه من التخمريس شنو. نعرف أنه بعد لا فيه ياسر مش ما هو متقات، ما فيه انتهاك رمضان والكفار وذاك الشيء. يا غير فيه بعد رجاج ذاك هو متحرك به العطش، ذاك هو يبقي يشرب وذاك هو يبقي ذو مدرا كانوا هم في العاصمه. ما نل شرب وخزام. الله شرب وخزام بين النعمه ولات. وكان في زمن حام في الصيف، وكنا نعطشوا، حتى كنا نوصل لدرجه من العطش اللي نترششوا بالماء، نعود نترشرشوا بالماء، نرشوا روسنا بالماء ونلباسنا بالماء، كان قدو نوصلوا النهار. ولا الحمد لله سقمت والله داخلك فهم شوي. لا سقمت بالتي والتي لعاد فهم شي مسروق ما هو ياسر. الناس كامل مزاج صغار رمضان دي. لا الحمد لله تعرفي الناس متواجهه ومتراعيه كامله، وثابت عندها ان رمضان محترم. حتى الناس الصغار ذابت عندهم من رمضان محترم. نخالك شو يعدل خارج رمضان ما يعدل في رمضان. ومنه هذه من درى شنو الفرق بين رمضان ديك الساعة ورمضان ذاك؟ رمضان ديك الساعة بسيط وحياته بسيطة، وهلو إلين يفطروا يبقوا شي يأكلوا يبقوا شي يشربوا. واليوم تبارك الله مشكلة، لا هي يظل رقاش وعود حركته ما هي أسرع حتى، ولين يفطر لا يفطر ملي تبارك الله مطروح يوه وسر من الشمال ما يعرف حد وشنو. ذاك اللي لا هي يزقلو ما هو لا يعود قباله رفع عليه به اللي خالق عوامل خالقة في البادية. احنا هنا ما نوقفط معي فيه المدينة معي فيه، وعامل الحركة والنشاط التلقائي، ما هو نشاط مبرمج ولا غير نشاط تلقائي. وبالتالي اهله بدرا كانك مذكر لفطورك ساعه كان شنو؟ كنا نفطروا بالماء، نفطروا لا بالماء وحده تمام ما هو فطروا لا بالماء لا ورا الفطور يبدا يخلق شيء. نتكلم من وكيله الباديه طبعا.
يبدا يخلق من للبني يشرب ويبدا محلوب من الحيوان ويبدا الامور بسيطه كامله يا غير صحيه كامله ما فيها شيء سوى ما فيها شيء فوق العاده بسيطه كامله وصحيه كامله هذا تاي ما هو فرض علينا وشيء ثاني عادي عادي ذاك اللي نفطر به كيف تقييمك لتجربتكم الاعلاميه؟ ذيك تجربه لا حول ولا قوه الا بالله لطف الله تبارك وتعالى اجتمعت اني دخلت في مجال الاعلام صدفه انا ديك الساعه صغير دور نعود بدايه العشرينات وكانت تخلق فهم شو من النشاطات السياسيه اشترك فيها الشباب وعييت ندخل نقاشات مع شو من الشباب خاصه ذيك الساعه الدوله فاتحه مركز سياسي تقول له المركز الجهوي لتهذيب الشباب سانتر ريجونال ديديكاسيون دانيماسيون ديجن وكنت نناقش فيه وخالق حد وتوفر قال للمدير العام اللي ذاع قال له انا اكتشفت لك ان فهم حد قد ينفعكم في اللي ذاع وتميت لين اتصلوا بي ساعتها عندكم كم من العمر تقريبا دور بين 20 و 21 اللي اشتغلت فيه الحمد لله 39 سنه تميت يتصلوا لي جيتهم اعطوني نشره نقراها لهم انا امي مثلا من قد الدراسه المنهجيه هذه دراسه المدرسه امي ما قد دخلت المدرسه دراسه المحضريه لا واحد من المحضره توف لا من محضره ابو غزام قست ولات ومن ولاته جيت الخيام اني جاب عليهم وانصركت قيمت قيس نواكشو ولان جيت هون دخلت بين ذو المراكز الثقافيه وقعدت نقرا دكار عطيت فيه سنتين ولا ثلاثه ذاك الفوت فيهم اللي فوتوا لا نشرف الكتب ونقرا اصلا عندي عاده القراءه الحمد لله رب العالمين اعطوني نشره سجلتها لهم استمعوا لها اعطاها لي ما هي مشكله سجلتها لهم استمعوا لها انا خالق امور ما عندي فيها مشكله سلامه اللغه ما عندي فيها مشكله بي اللي جاي من البديه النحو ما عندي فيه مشكله بي اللي جاي من المحضره الحمد لله رب العالمين هذو الين يخلط عليهم الصوت يعودوا عادوا جزء من غايه الاذاعه هما ارضاوا عن الصوت وارضاوا عن المخارج مخارج الحروف هذا وإذا هو أنا ملي حتى لأن التلاهي نقرا الفواصل اللي نجيب صحيحة يلي أنا حافظ القرآن الحمد لله واحد من القرآن نعرف بالمنين يلا رجال يوقف الوقف النهائي والمنين يلا يوقف الوقف ما هو نهائي ذاك واضح لي ما انطرحت لي مشكلة فلذلك ما عدلت تدري هو أسبوع كامل وأنا كل نهار نجي سجلوا مني نشرة تمش الاثنين والثلاثة كانت تنبثيك النشرة ما نالله ما نالله هي نشرة درس وتوفي أعطوها لي نشرها يسمعوا لها وما يقولوا لها التجربة الصوتية إلين عاد يوم الاثنين اللي قافل الأسبوع قالوا لي إني لهين اشتغل معهم قلت لهم الله قبل كتبوني نهار ذاك النهار اللي كتبوني فيه هم كتبوني الساعة 10 مع الصباح إلين عاد الساعة الواحدة عدلت نشرة مشتركة مع عبد الله المحمد عبد الله هو كان سابقي هو ويحيى والحي أحمد والمياح وهذا الجيل اللي جاء سابقي السنة السابقة عندي أنا عدلت معاه نشرة مشتركة ومشى عليها المخيط انحلت مشكلة من ذيك الناحية عدت وتوفى بدأت كمذيع لنشرات الأخبار والمذيع ذيك الساعة يختلف عن المذيع عندكم انتم اليوم انتم اليوم خاسرين المذيع ذيك الساعة يحرر الراس ويمشي يلوذ للعناصر يسجلهم الراس يرفض نقرأ لهم منكم ويمشي يقبل التاكسي
ويتناثر مع الناس تكسي ويجبرها بالسيف ولا هي تطرحه في بلد ورافد رافد رافد نقرا من 15 كيلو من الحديد. انتم درك عندكم تلفون ولا شوي تعدلوا فيه ولا هي جي جاي ولا هي استمع العناصر ويعدل لهم مونتاج بلنست واسكتش الين يعود سابق ميدي بنص ساعة يلا يبدا يعدل موجز اخبار موجز نشرته الين يعود ميدي يقدم الموجز ويقوم جاي يعدل نشرته الرئيسية اللي هي الساعة الواحدة فم معاه مترجم وطابعة، الطابعة احيانا تجي واحيانا ما تجي والمترجم يجي دائما به اللي ترجم ذيك الاخبار الاخرى وهو قاع يقبل اساس الاخبار من وكالات الانباء عندنا ذيك الساعه يمي عندي عنها كانت 12 وكاله انباء نستقبلوه استقبلوا بث الساعه الوكاله ما هي خارجه واحنا نستقبلوا بث الوكالات مباشره عندنا تيليتيبات مجدة عندنا احنا وكاله انباء الشرق الاوسط وكاله انباء ريتر وكاله انباء الوكاله الانباء الروسيه وكاله يا هبظم الوكالات نقبل منها الاخبار ونعدل نشرتي واستمريت معد ومقدم نشرات اخبار اضفت لها بعد سنه البرامج السياسيه حتى نعدل البرامج السياسيه اول برنامج سياسي حتى نعدله النشاط الوطني في اسبوع تعليق على النشاط الوطني في اسبوع حصيله النشاط الوطني في اسبوع والتعليق عليه كتابه تعليق سياسي حول ذا النشاط حول ذي مجموعه النشاطات وتلب لذاك أقوال الصحف ثم تلب لذاك إطلالة على العالم وهو برنامج يختلف عن هذا برنامج استقصى تاريخيا استقصائي في التاريخ ما هو ميدانيا مثلا يتكلم عن تاريخ حزلي حلقة عن حلف بغداد الاستعماري عدلت عن تاريخ حلف بغداد حلقة عن حفر قناة السويس وتأميم وتاريخ قناة السويس حلقة عن مجموعة حلقات كلهم عن بلد الخليج العربي والأقمار حلقات يقبل لك ياسم الوقت والله ما نعرف ذاك اللي يقبل من الوقت أنا بعد المهم منهم ما هم أثرين على عملي في نشرات الأخبار ذيك الساعة عندنا نوع من الطاقة حايد عن قياس الفترة ما نعرفه زين برنامج أسبوعي هم البرامج هذو اسبوعي كاملين اسبوعي ورا ذاك تنعدل جوله بالاحداث جوله بالاحداث برنامج الصقاع اخطر منذ كاملين به اللي برنامج يتناول احداث الاسبوع بالدراسه وحاز اللي هو اللي قبل منه الموريتانيين مجموعه من العناوين عياوي يبالغوا بعضها وعياوي بعضها يجيبوه حقيق معناه واحدين يبالغوا يقولوا الطائرات توزع سندويشات هذا ما هو حق يغير صاروخ الحسيني يحل ضيفا على بغداد على تل ابيب هذه صحيحه قاده المعسكر الشيوعي منهم من قضى نحبه هو منهم من ينتظر هذه حقيقه البروستيرويكا الى اين هذه حقيقه مثلا مجموعه من العناوين صحيحه غير مجموعة منها فيها المبالغات ذاك البرنامج من أنجح البرامج اللي قد عدلت حسب المعلومات اللي نجبر عنه بي اللي عيت نجبر بعض الأصدقاء والإخوة عودوا يشوف الداخل يقول لي عنهم يرين تبدأ نشرة الأخبار الساعة 8:30 مساء الخميس تخلو الشوارع الناس تقعد تنتظر جولة بالأحداث اللي هو برنامج تحليلي يتناول الاحداث بالتحليل واستمريت في نشرات الاخبار تقريبا دور نعود من 86 هو اكتتابي بالاذاعه عندي عنه ما نعرفه كانوا 97 ولا 98 وحولت للبرامج واتصلت انا بالاخبار اول شيء بدات بالبرامج المسابقه الثقافيه وعينت رئيس قسم البرامج الادبيه كنت رئيس تحرير الاخبار وعينت رئيس قسم البرامج الادبيه وكان عندي ذاك البرنامج الاسبوعي المسابقه الثقافيه وذاك البرنامج نقد نقول لك ولا ظهر لي ان فم حد لا يكذبني فيه انه هو اللي فتح باب الاهتمام بالشعر الحساني والموسيقى الزواء الادب الحساني والزواء
بيها شبيه لذاك البرنامج. انا ما كان معروف عني اني نعرف الشيء، اني عندي معرفه فيها اللي واحد في نشرات الاخبار والسياسه والمشاكل وذي الامور. الين جيت للمسابقه الثقافيه، هو برنامج ادبي، نوعت الاسئله في الحلقه الاولى والحلقه الثانيه، الحلقه الثالثه ربط راسي البريد، عادي يجيني البريد من جميع انحاء العالم، ما هو موريتاني، يسولوا عن حالات معينه ذو يسولوا عنها، وجات الأسئلة عن الزوان، وأسئلة عن اللغنة، وأسئلة عن علم النفس، وأسئلة عن التاريخ، وأسئلة عن الفلسفة، وأسئلة كل شيء من المواضيع، كل شيء. وعدت توفى حتى عندي 20 دقيقة من وقت البرنامج مخصصها للرد على البريد، وندخل في المسابقة ورا ذاك، ندخل في المسابقة ورا ذاك. هذا هو اللي يتندروا واحدين، حمدا لله أطال الله عمره، يقول لي هذه قد عدلها الله أنت، قالها لي الحمد لله مختار اللمبال. تميت ليلة لين تلفن علي واحد قال لي أنا ندور سؤال في القرآن، أعطيته سؤال في القرآن ولا جاوبني، قال لي أعطيني سؤال في الزوان. قلت له أنه ما هو متباعد، قال لي أنا ندور سؤال في الزوان، أعطيته سؤال في الزوان ولا جاوبني. بيني أنا وراسي مفقعت، ما تقدر تظهر لفوق اني اكون انا مفقع، يا غير بيني انا وراسي ما تمونك. جاء متصل علي واحد ثاني قال لي انت سؤال ايش جديد، انت قلت له زاد الدور سؤال في القران والله في الزوان. هذه هي اللي دورك تعودي تسمعيها، ارى اذا هو سببها، هو سببها ذاك البرنامج. لاحظت من خلاله اهتمام كبير عند الشباب بالأدب الحساني وبالزوان. وأنا ملي إلا اللي يسولوني عني فيه عنه نقول لهم به، اللي أنا نعتبر نفسي عندي عقد اجتماعي مع المستمعين، معناها عندهم ذاك اللي دوره مش يخدم البلد ويخدم حضارة البلد، يخدم ثقافة البلد نعطيه لهم. يا غير فمفارقة، أنا من الناس اللي تعدل السياسة السرية وفي أغلب الحالات معارض للسلطة، غير لين نعود أثناء العمل في المؤسسة ما يفصل رقاش بيني أنا والنظام، باللي أنا عندي عقد مع هذه المؤسسة أني نعدل لها عملها حسب خطها هي التحريري، وبالتالي مهنيتي والتزامي الأخلاقي يمنعني من نعود نستغلها في أمور ما متفق على استغلالها. هذه من المسائل. ورا ذاك بسنتين والله لا عينت مدير البرامج، ولين عينت مدير البرامج تميت نعدل البرامج اللي كانوا عندي، ما اتصلت انا وهم، لا لا لا، انا بالنسبه لي الصحفي الاداره ما توصلوا مع عمله، الاداره وتسيير وذا يا غير عملك انت الصحفي عملك، تميت نعدله. كان عندي برنامج قال له لقاء، عدلت منه حلقتين مع ولي العدود، حلقتين مع حمدان بلته، حلقتين مع الاستاذ محفوظ، حلقتين مع الشيخ محمد الامين الله يرحمه، حلقتين مع الشيخ محمد الحسن والاحمد الخادم هذا اللي في التيسير، حلقه مع الخليل ولا نحوي، حلقه مع شوقي عبد الامير مدير كتاب في جريده في اليونسكو، عدلت 18 حلقه. هذه 18 حلقة تأرخ الحياة هذو الشخصيات من خلاقة الواحد منهم ومحيط اللي هو فيه إلى الوقت اللي هو يتكلم فيه، معناها عنها خزان تاريخي. ذاك البرنامج ضرك، ذيك الحلقات اللي عدلت منه حد رجع لها لا يجبر خزان من التاريخ ما بلا حدود. وكان عندي في نفس الفترة تمت عندي المسابقة الثقافية ما فصلت أنا وهي، وضفت لها برنامج ثاني إن قال له على الناصية، لا ناصية الشارع مثلا، لا يرقى جبرته من الناس اللي نعرف أنا أنه نجري معاه حوار، ذاك الحوار نجيبه حاجة اللي من الحوارات اللي قد عدلت فيه اللي أثار اهتمام كبير عند الناس، حوار عدلته مع ناصر هالله من تنقيمش الله يرحمه. تميت جاي
كنت مقير مع الشيخ محمد سالم والعدود على طريق جوجت. لا ضحيت معاه، ماني مقيل معاه، ضحيت معاه. وكنت ذيك الساعة أنا مدير برامج، جايب له جايب له جايب له مسطرة رمضان، وقيمت من عنده جاي تمي لينا راهية لخيمة لوبر، هذا في بادية تنشيري 90 كيلو منهم، راهية لخيمة لوبر. عادت لي خيمة لوبر غريبة عندي، تقلب تقيسها. خبرت في ناصر هلا، نجي هي ناصر هلا قاعدة في عبون دبشة خيمة لوبر، وهذا قاعد سجلت معها حوار لك اليوم. زين مشي، تكلمت لي عن الماضي وعن الدولة وبدايات الدولة ورجالة الدولة وذا. ذاك الحوار اجبر اهتمام كبير، هي مثقفة وهي لنفسها ملي مرت مجتمع كبير. ما هي ما هي ما هي ما هي الإنسان البسيط ولا هي الإنسانة. وحاجر لي ذيك الحلقة من ذاك البرنامج متميزة. ورا ذاك أت كبير منتجين برتبة مدير قطع، أعطيت فيها سنوات، ورا ذاك مدير إذاعة القرآن الكريم، وعاقب إذاعة القرآن الكريم مستشار المدير العام، وهي اللي تقاعدت فيها، ودرك رئيس مجلس إدارة المؤسسة لإذاعة. الحمد لله رب العالمين. ومن رأيك أنك عندك عمل ثاني تزاول مساعدة قاعدت والله؟ أبدا أنا ما نزاول عمل خارج تخصصي. مدرى النصيحة اللي تقد تعطيني للشباب الإعلاميين الجدد؟ أولا لا يديروا فرصهم منهم نشوا، هذه واحدة. المسألة الثانية لا يديروا فرصهم منهم يعرفوا شيء. المسألة الثالثة يعرفوا عنهم كبرهم، متقاد مع المتلقي اللي تعطاه معاه، إلى اللي فطن انهم حاسين بروسهم انهم كبار لا هي يوصلوا عنده للحضيض، وإلى اللي فطن انهم ناس متواضعين ويقدموا المعلومات كما هي وبدون تكلف بدون مشاكل. لا باش عدلوا من ذاك يكبروا لين يعود الواحد منهم عاد كبير عند الناس وهو ما هو عالم بنفسه. هذه يلا تعود هي صفة الصحفي. الصحفي يلا يعود في تعامله الشريف، غير متواضع مع الاحترام، متواضع مع الاحترام، عضو محترم وشريف تعامله مع الناس، متواضع مع الناس، صدوق مع الناس، الى اللي انفقع عليه رقاج. شاف رقاج من فقع ما يجي قابض الوزر الفكايه به اللي هو موجه. انا نعرف نهار طالع العمل الساعه 8 والزحمه عند نادي الضباط مانعه، وانا عندي اجتماع شغلي، الزحمه مانعه، شفت عين دخلت منها وت. انا وتي توتر دخلت وت صغيره عند يدي العسريه اهلها شي من الشباب قضوا مراياتهم قالوا لي فلان هذه الدخله ما نسمحوا لك بها. قلت لهم ستروني بهذه ولا تليك لا ينعدلها. قالوا فيخ ضحكوا نظرك لين قبل مجموعه من الشباب يمشوا يقولوا جبرنا فلان وفقعنا، قال ان الطريق نحن كاملين ما نضل ستروني. قلت لهم بهذا ولا تريد لا ينعدلها ان شاء الله. معناها الصحفي يلا يكبر عن ياسر من المسائل اللي انا نقول لهم ان المسالتين وسعوا اخلاقي، الاذاعه والتركه. التركه رقاش عنده ما هي ما يلا يخلق لهم عداوات، يلا يخلق لهم صداقات، ويلا يخلق لهم نوع من العز عند الناس، وياك لا يقدر يخلق لهم لا باخلاقه هو لا بسلوكه مع الناس. ايضا الإذاعة الناس تعرفي كامل، تظهرك الناس تعرفي كامل، اي واحد فات ما عليه يقولوا واحد وصاحبة التلفزة. الواحد لا يهتم مجهول هوك، صاحبة التلفزة هي اللي لا تظهر على الوجه. معناها شنو؟ معناها ان الصحفي ما يلا يتوتر، يلا يخلي راسه كبير، يغير كبير مع التواضع، كبير عن المسائل اللي ما يلا يعدل، يغير متواضع في نفس الوقت. هذه من نصائحي للشباب. المسألة الثانية الرابعة، المسألة الرابعة هو أنهم يعتبروا أنفسهم طلاب علم دهرا. أنا نعرف نهار كنت أنا واحدين هنا
واحدين من جيلي من اهل الاذاعه واخذين من كل واروف الاذاعه. وانا لي شي من الزمن وانا نطلب تقاعد مبكر. قلت سيد ابراهيم حامدين وطلبته ترى عني ندور تقاعد مبكر. قال لي انه ما لا يحوز عليه شيء. لفترت انا وتو قال لي ما لا يحوزن عليه شيء. تميت انا واحدين من الزملاء واخذين من كل وار الين قلت لهم طونا اخوتي احنا هذو كان نقدر نعدلوا تقاعد مبكر ونخلوا الشباب الطريق. واحد متعاقب معانا من الشباب قال لي صابكم عدلتوها. قلت له انا بعد ماني ما بيصرتك. معناها شفتي الشباب اللايلين يدي الا ذاك اللي هو قطع سوق راسه. ذاك اللي لا هي قطع راسه به لا يتقبل الناس عليه. الى اللي عاد متكبر وعاد يشعر براسه وعاد ظاهر له عنه السماء وعاد ظاهر له لا يتم يضمحل عند الناس يضمحل لين يتقاد هو الغبره. الى اللي ظهر له انه انسان عادي ومن مجتمع بدوي عادي واخلاقه في هذه الغبره زي اللي تراعي فيه وكابر فيها وبذلوا والديه واهله فيه جهد كبير من اجل يخلقوه يعود عارف انه يا الله يخلق لهم يتمي الله يرحم والديه. الله يرحم والديه معودهم بعد يجازيهم بالاحسان ان شاء الله. شفتي هذا لا اياك ما نعود الكتاب اللي امر بالمولى يمسو يا غير بعد انت سولتينا عن نصيحتي للشباب. هذه نصيحتي للشباب ولا يقولوا انت ما تعدلها لا يقولوا لي انت ما تعدل هذا وانت كذا. انا لا يقيسوا على تصرفي قد يعود فيه الاخطاء يقيسوا على اللي قايل لهم يعودوا عارفين المصلحتهم هم مصلحتهم هم. وراه كل ما كان الإنسان يبحث عن الإتقان في عمله كل ما كان جيد. العمل يتقنوه بساطة وبأريحية وبشوق بعمل الفريق. أنا حاجة لأنك ساعة إحنا مجموعة أنا عبد الله يقول محمد محمد يحيى والحي دامس والكبيد أحمد والمي مجموعة من الشباب غير اللي انت لحقينا بقاعة التحرير اذا هما كل واحد منا نتناثر العمل نعدله ما مثلا ما فهم مشكلة ما فهم عندنا شيء ولا انك لا يتراي منا اثنين مطير الريق ابدا انك لا يتراي منا اثنين مطير الريق جمعتنا المهنة وبغيناها ولين بغيناها تعاملنا معها بروح رياضية. هذه هي نصيحتي للشباب. رانا شاكرينك على هذه النصائح وشاكرينك على هذه المسيرة ما شاء الله الحافلة لطف الله لطف مولانا الله يبقى معك مريم تمر. مريم رانا شاكرينك على كرم الضيافة وعلى هذا الفطور الأكثر من رائع ما شاء الله قدمتي لنا اليوم. مريم اللي تقولي الطريقة اللي تقدري توافقي بها بين العمل الإعلامي والعمل المنزلي. صعيبة حقيقة فيها ياسر من التعب وفيها قدر من الإهمال على حساب ذا غير مولي بعد في الأخير لا يخلق. أنا مريت بعدة مراحل في الإذاعة عملت كصحفية في ساعة عند البرامج نقدمهم ونعدهم ويعود حضوري في ياسر من دوقات وفي ديماس وفي العطل وفي ذا كامل نحن نعود ونشتغل. مرحلة لاحقة الصعاد عندي العمل الإداري مديرة قطاعات مديرة إذاعة الشباب مديرة التكوين مديرة البرامج وهذا يطلب مني قدر من الوقت عيث نتم نطلع من التاسعة مع الصباح إلى تعود السادسة والسابعة الخميس ونعود نرجع عمل اللي في الليل إياك نواف بالعمل خصوصا في رمضان تعود عندنا مسطرة رمضان مزال سقار لا نحن تعرفي عن الحمد لله هم اللي تاني عندنا الأسرة الكبيرة اللي عوننا معنا كيف العالم الآخر اللي الواحد يتحمل مسؤولية راسه وفرض عليه إما يتفرغ لتركه والله إما يضحي لذاك. نحن هذه الأسرة المفتوحة نعمة من جهة ملي وفضل من الله تبارك وتعالى إني لعدت أنا غايبة ويدور حد يحل محلي الوالدة مثلا والله حد من الأسرة ما حد من تركه صغيرين تكفلوا بيهم ويكردوهم والدار قاعد تبارك الله دائما لا مليانة فيها الضيوف وفيها الناس كامله وبالتالي يعود يشير الله عنده حد مسؤول عنه وفي وسط مولي مسؤول عنه كامل بحال عام. معناها هذا الوسط المفتوح كان معين في الدراسه ومعين كذلك في تربيه الاطفال بالاضافه الى انه عنده حق مضار واللي نقوله نحن المتعلمين عنها خطيره به اللي الطفل
يعود مناهج التربيه يتعرض لها من اكثر من واحد. ما هو اللي يربي وحده هو اللي يربي، ولا الام وحده هي اللي تربي الوسط ايضا، وهذا المحيط الكبير اللي قلنا قبيل يربي ايضا، وحتى مول البوتيك يساهم في التربيه اللي لين يشوف يشير وقت ما الله يشافيه، والجار والمار وذا كامل، وحتى المتعود لانه يجي البيت ايضا عنده سهم في التربيه. يا غير بعد انا ما رانها سيئه، رانها مفيده جدا، عنها افادتنا، وعلى الحد قد يقبل ذاك اللي يفيده منها، وذاك اللي ما يفيده يحاول يفرط هو راسه على انه خلوا عنكم يشير. يا الله يربيه لوالديه، وهو نحن فتنقنا له ذاك اللي يعدل، يتم حد يوجه بالشور وتوف بدون انه يفقع ذاك الوسط المقيم، وبدون امه اللي على انه يخلي الطفل يشير، هو مسؤول عنه شرعا، ومسؤول عنه اخلاقا، ومسؤول عنه في الحالات كامله. ولا يا الله يخلي حقيقه للسياط ولا لكلمات الناس الاخرى تدخل في تربيته، مع انها كانت مشكله متينه بالنسبه لنا مولتان. ليه تقولي لي شنو تقييمك للواقع الاعلامي في الوقت الحالي؟ وارك الان هو هما مرحلتين بعدهم، هم اللي كنت انا جزء منهم. المرحله الاولى هي مرحله المرحله اللي سبقت تحرير الفضاء السمعي البصري، كانت فيها الاذاعه والتلفزه والوكاله الموريتانيه للانباء، وبعض المقاولات التجاريه الصحفيه القليله ذيك الساعه. منين خلق قصه تحرير الفضاء السمعي البصري، خلقوا الاذاعات وخلقوا التلفزيونات وخلقوا المواقع وخلق الوسائط الثانيه اللي زاد هي الجانب الثاني الاعلام والله زاد يده العربيه. وتقييمي لبعض الا ان نشهد اقبال كبير من طرف الاعلايات، ربما تاسيا برائدات في الاعلام جاو كيف تنهم سيدي، وكيف تنصرهم احمد حمود، وكيف سالك متسنيد، وكيف مجموعه ركيسي، وكيف تندوقي، مجموعه من العليات كانت لهم سمعه جيده، وكان لهم اثر طيب، وكان لهم ايضا ذكر حسن. هذا كان مشجع للمراه على انها تقيس الاعلام بكثره، وجاو فعلا بكثره. كانت فم مشكله على ان دائما نقول لهم على ان الاعلاميه الصحفيه عبارة عن ثلاث أنواع. واحدة جبرت توه مهنة منا من عند حد، وظف حد على أخلاق حد وقالها راعي لك الإعلام عودي فيه. والله واحدة ثانية لا تبقي توف تظهر هي من راسها، وبالتالي ما هي صحفية غير مؤدية. والثالثة صح هي الصحفية اللي عندها رسالة من خلال الإعلام لا يتغير، وهي هي الصحفية، وهي هي اللي يعول عليها في التغيير، ويعول عليها في مشاكل المرأة في المستخرجات الإعلامية، ويعول عليها في ياسر من النهوض بالإعلام اللي يخص النساء. هذا هي حقيقة اللي ينقال عنها هي فعلا الصحفية. الصحفيات جاءوا وخصهم قدر من التكوين، مع أن وجود ذيك الساعة منظمات صحفية ساعدت، مثلا شبكة الصحفيات الموريتانية ساعدت الصحفيات، واحتوات ياسر من الصحفيات، وعدلت ياسر من التكوينات، استفادوا منها ياسر من الصحفيات. تكويناتهم هذه كانت على جزئين، كان جزء ميداني مهني، وكان جزء مولي اخلاقي توجيهي، وهذا مهم جدا في صناعه المراه الصحفيه. وقطعا انا شفت اثار كبير ديك الساعه مزت في الشبكه. انا الشبكه قعدت فيها من 2007 مؤسسه امينه عامه ثم رئيسه الين استقلت منها 2015. وتفرغت انا لاعمالي، عدلت مركزين قالوا مركز هدف الخدمات الاعلام والاتصال، وبدات اللي في مجالات الاخرى، عدلت كتاب من قالوا الماده الاعلاميه في صحيفه الشعب، وبدات ملي نعدل هوايه اخرى كانت مهمه عندي هي التدريس في مجال في التعليم العالي في المعهد العالي للدراسات البحريه والسلام. وتوه نعرف عني الفتره كان فيها اقبال كبير من البنات على الاعلام، ونعرف عنهم بعد استفاد. الاضافه لان النقابه الصحفيه ايضا كانت عندها اسهامها، واشتركت في برنامج ذيك الساعه كبير في شمعه، وفيه مجموعه من الصحفيات ايضا وخريجات المعهد، بالاضافه ايضا لاتحاد الاعلاميات، وبالاضافه للكثير من الرابطات والنقابات الصحفيه وتشكيلات كامله. شافوا على ان حقيقة اللي يخص الصحفيين كاع عموما الا التكوين، اللي نحن ما عندنا معاهد
نحن عندنا اللان الواحد يعود هوايته هذه الصحافه وقدوه عند واحدين شافوه مجال الصحافه ويبقي هو يقيسهم ويعود سلاحه عادي جدا يا غير بعد الا يعود لباس به تبارك الله. ومنين يبدا بالنسبه لنا احنا الجين اللي لاعب بدايتها كانت مدرسه، كانت مدرسه تعلمنا منها كل شيء، جينا الناس كامله اللي جات اللي لاعب تقول علمها مدرسه وحق. انا بعد قطعا عني جيت اللي لاعب زين عندي الاعلام ونبقى نعود فيه يا غير ما حدا شيء نواحي كامله الا اني نبقي تو حق. جيت عندي شهاده يا غير ياسر 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 مشيت تعلمت اللي لاعب تعودي مع الصباح طلعت الساعه 8 عدت برنامج صباحي متنوع من مواضيع خفيفه مواضيع صباحيه شيقه تجذب الرجاج لانه يستمع للاذاعه. وورا ذاك يطرا لك على ان خالق رقاش كان له يقدم برنامج ماجه له تقدم في برنامج البلو والموضوع كان له عدل يلا تعود ملمه به وفعلا تعدلي. ورا ذاك قد يعود كان عندك برنامج ثاني يلا تسجليه له يو خلص صبح على النهار الاخر له تبدي امولي في تسجيلك. معناها على انك تكتسب ياسر من المعارف وياسر من المعلومات من واقع الميداني للعمل اللي انت جبرتي نفسك فيه. وكانت تجربة مهمة جدا وقطعا عنها ما نعرف كانها خارج المؤسسات الأخرى. ما بعد نعرف أن الإذاعة ساهمت مساهمة كبيرة في صنع الجيل الصحفي اللي مشى منها. لذلك فعلا تميت اللي أنا نقرأ في الجامعة قريت منها في الجامعة جيتها في سنة ثانية من الجامعة واصلت لين باط متريز. ورا ذاك انقطعت فترة طويلة عن القراية نتيجة قدر من الظروف الاجتماعية وترك روايات أخرى. وعقبت رجعت مولي وكملت عدلت ماستر وواصلت قرايتي في الجامعة وفي الإذاعة. معناها أنا بعد شخصيا الإذاعة كانت معينة لي في مجالات كاملة قريت فيها وتعلمت منها وتكونت منها وتخرجت منها في الميادين كاملة وتعلمت منها أيضا الصبر على ياسر من المواقف. ياك ما كنت نامت من العليات اللي شنو صنعت. ما الله تبارك الله العكس. قاعد شاب علي ياسر وقلت شنو صنع ونشوفه على راسي. قال اللي جيت كيفي صباره حتى 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 ياسر من الصبر اللي عيت شوفه على راسي انه يخلق لي نبقي رقاج اللي رده فعله سريعه وينفقع ويقضب ويطرش ويقول كلمه خاسر يا غير ما خلقت له تو. انا اللي رده فعلي ما له يعرف حد قاعد ينفقع نصمت ما تحد يسمع مني كلمة سويش إني وصبارة مولي حتى نصبر ياسر نصبر ياسر. والمرة الزمينة التالية تعرضت ياسر من مواقف الحقيقة تحملتهم حتى وقبضتني وجبنا بتينا عندي عنها اللي ردت في العادة يقولوها لي أرواقي شباط أصحاباتي يقولوا لي لا بيك الصبار تمي خاصمي تمي واسي وتمي عدري لخير لا ما يخير قال الحمد لله. واش هي النصيحة اللي تقدمي لهذا الجيل الجديد؟ الجيل الجديد من الصحفيات اللي يقرا رقاج الحق سن تخطى فيها القراية اللي يتمنى ذلك لأنه يرجع المرحلة اللي كان يقرا. هو القراية التراتبية ما يقد حد يتخطى منها مرحلة فرض عليه من 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 ما يقد حد مثلا يقد حد يتخطى الابتدائية يا خير لابد من يعود خاضع لكوليج وخاضع لليس وخاضع لذا. نحن بعد اللي قبلنا مراحلها كاملة نعرف على انها انا متندم عليه لاني فهم حصص كنت متردي عنهم وفهم اساتذه ما كنت عاطيتهم قيمتهم وفهم ضيعت قدر من الوقت كنت تبوي لي كنت صنت وكنت نعود اشبه من وكانت تقعد تعود معلوماتي اشبههم ولي حتى. معناها على اني ناكد على الجيل من الصحفيات على انهم يقراوا القرايه هي الاساسيه والشهاده ايضا هي الاساسيه. والقرايه هون مرحلتين حد يقبل كتاب انا عيت نعود ماني قادر نقرا يكون حد راسه براسه عيت نعود ماني قادر نقرا والله دا حسني اخبار الكتب وقرايتهم. نقبل برنامج في التلفزه يعود برنامج حواري واحد من الصحفيين معدل برنامج الكبار مصنت وما هم قاعدين الموريتاني نسمع منه كلمه والله نقبل منه فكره والله نشوف طريقته في التقديم والله نشوف طريقته في الحوار اذا يفيدني في عملي اذا نقرا منهم كاملين. خالق برنامج كانت توخذه واحدة أمريكية أراه شايع كانت هي قالوا أنها سيدة الحوارات كانت تقدم فيه مجموعة من البرامج مع أنه هما عندهم أوبرا عندهم ياسر من البرامج نحن نختلف معها منهجيا ونختلف معها اجتماعيا يا غير بعد نستفاد منها في المنهجية ونستفاد منها في الأداء. هذا نقبل منه فكرة ونقبل منه نقطة ونقبل منه
نحامرهم ونقبل شيء يسوه وشنو يفيدني. كذلك عييت نقبل قصة إياك من خلال القصة نرجع للقراية. اضطربني إني نقد نرجع نقبل قصة نقرأ قصص أغاثا كريستي زينة عندي حتى دائما نقرأها لين نقرأ منها قصة ترجعني لإني نقرأ. نقبل نتم نقرأ فقرة من أغاثا كريستي ونرجع شور كتابي العادة كان عندي يلا نقرأ نتم نقرأ فيه شوي. هاجي اللي يعني ساعة عندي امتحانات ماستر وكان هاشم عنده زاد هو القراية وأفرو داحس قرايته جاني قال لي الحقني نرفيزي مع الصباح وعيت الفجر عندي الامتحان تيت نقرأ. قال لي ماما يختيني قلت شفتي مرة كبيرة تقرأ هو يدور يتعرف هو من القراية ولا يختيني شوفني أنا نقرأ. فأنا القراية أساسية القراية أساسية القراية أساسية ما فات كبر حد عنها. الناس مستلت لا تقرأ وتواصل قرايتها. زين احنا شاكرينكم على كلام الضيافة اليوم ولكن تخسر بعد وقت عود وبيدي ما شاء الله مدرسة عالمية 100% ملي. وشاكرتكم انتم اعزائي المشاهدين على المتابعة. نلتقي في حلقة قادمة من برنامج فطورنا معكم. إلى اللقاء.